هذه الجامعة بها كليتين مهمتين، هذه كلية الزراعة وكذلك كلية البيطرة. وكلية الزراعة تم الاعتماد من قبل وزارة التعليم العالي، والآن الاعتماد جاري لكلية البيطرة. وكلية الزراعة مثل ما معروف تتطلب مجالات الدراسة وهي المزارع، ونحن طبعا حضرنا كل شيء تحتاجه هذه الجامعة من هذه المساحات الشاسعة في مزارع القمح، وكذلك الألبان، وكذلك الدواجن والخضروات والفواكه، وكلها جاهزة لاستقبال الطلبة المتدربين